مع كل قضية تظهر على سطح الأزمة اليمنية الناشبة منذ نحو 5 أعوام، يعود الجميع ليتساءل أين الأحزاب السياسية؟ خلال الأحداث الأخيرة في عدن وبعض المحافظات الجنوبية، كانت النتيجة التي خرج بها البعض هي أن الأحزاب لم تعد سوى أدوات للمصالح الإقليمية، فيما توارت مصالح الجماهير اليمنية خلف مشاريع لا تعنيها. أهلا بكم. رغم خطورة الأحداث في عدن والتي باتت تهدد السلطة الشرعية بالفناء والبلاد بالتفكك، إلا أن بعض الأحزاب اختارت الصمت إزاء حدث كهذا أو استخدام لغة مواربة لا تقول شيئا، فيما اختارت أحزاب أخرى أن تدين هذا الفعل، ولكنها لم تنسى شكر دول خارجية تشير الأحداث إلى أنها كانت شريكا رئيسيا في صنع هذا المآل الخطير. يقول البعض إن هذا ليس جديدا، فلطالما أثبتت الأحزاب اليمنية أنها لم تعد تنظر إلى القضية إلا من زاوية مشاريعها الخاصة، وهذا بسحبها يسحبها دوما لتكون مجرد أداة في هذا المشروع الخارجي أو ذاك، وأنها باتت جزءا من المشكلة وليس الحل، فيما يرى آخرون أن الأحزاب تفعل ما تقدر عليه وأنها ليست سلطة ولا قوة عسكرية لتفعل أكثر مما تفعله، وأن الحرب تحد أساسا من مساحة العمل الحزبي، وبالتالي فمطالبة الأحزاب أن تحل محل السلطة الشرعية تعد مبالغة ليس أكثر. وبين هذا وذاك، يبدو النقاش حول المسألة الحزبية وقد تجاوز مجرد البحث عن مواقف الأحزاب ليصل إلى مرحلة جدوى وجودها والبحث عن بدائل من خارجها. النقاش سيكون معنا من الرياض القيادي في حزب الرشاد محمد السمان، ومن تعز الصحفي عبد العزيز المجيد. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد السمان. في حين باتت القضية اليمنية على مفترق طرق، جاءت مواقف أغلب الأحزاب دون المستوى، ما السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهديك. دعني أقول أولا أن موضوع الأحزاب لابد أن نعرف أن تركيبة السياسية أو النظام في اليمن وذات طابع تعددي وحزبي، فهناك من يقول إلغاء الأحزاب والأحزاب لم تأتي لفائدة. ما هو البديل؟ البديل هو الميليشيا، البديل هي الفوضى. فوجود الأحزاب و يعني ذات طابع مدني وهي تسهم في العملية السياسية وهي رافعة للعملية السياسية يعطي بعدا مدنيا بعيدا عن الفوضى، بعيدا عن الفلشنة، بعيدا عن ما يمكن أن يسميها البعض الشمولية، سواء الدكتاتورية في حزب واحد أو في قرار واحد، إيش كان ذلك، سواء ممن يريد أن يجرنا إياه في الجنوب أو في الشمال كجماعات تهنوتية التي انقلبت على العملية السياسية. هذا يعني لابد أن نعيه عند حديثنا عن الأحزاب. أما يعني ما ذكرت يعني الأحزاب ودورها، حقيقة الأحداث الأخيرة التي حدثت في عدن وما صاحبه من انقلاب على مؤسسات الدولة وما صاحبه كذلك من تمرد ميليشيا الانتقالي، جعل هذه الأحزاب أمام يعني مواقف يشهد لها أو عليها، إما أن تكون على مستوى الحدث الوطني أمام هذه الأحداث الكبيرة، إما أن تسجل مواقفها بوضوح وبموقف تاريخي يسجل لها ويضاف إلى رصيدها، وإما للأسف ربما يعني تكون مواقفها سلبية يعني ترتد أو يضاف إلى رصيدها السلبي، ومن خلال ذلك تستطيع أن تقيم دور الأحزاب أو دور الحزب أو دور أي مكون سياسي في العملية السياسية. نعم. طيب، أسأل ذات السؤال المشترك لضيفي الآخر سيد الصحفي عبد العزيز المجيدي. سيد المجيدي، في حين باتت القضية اليمنية الآن على
مفترق طرق، جاءت مواقف أغلب الأحزاب دون المستوى، ما السبب برأيك؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بكم. المؤكد أن الأحزاب في النهاية هي تعاني من نفس الإشكال الذي يعاني منها جميع اليمنيين، والبيئة السياسية اليمنية هي بيئة مشوهة ناجمة عن حالة تزاوج بين الأنظمة الاستبدادية وشعارات زائفة لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية، وبالتالي أنتجت هذا الوضع الشائه الذي يعيد إنتاج نفس القيم الاستبدادية للأنظمة الشمولية، وأيضا يعيد إنتاج حالة الاستبداد والهيمنة داخل حتى مراكز الأحزاب نفسها. الحالة التي وصلت إليها اليمن لا يمكن بحال من الأحوال فصلها عن الحالة التي وصلت إليها الأحزاب السياسية اليمنية. الأحزاب السياسية اليمنية هي صدى باهت لأيديولوجيات وصراعات من لتيارات الستينيات وما تلاها من صراعات وحرب باردة بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي، بالإضافة إلى بعض العناوين واللافتات للأحزاب الإسلامية. هذه الأحزاب يبدو أنها لم تعد حتى تمثل هذا الصدى الباهت لهذه الأيديولوجيات، وأصبحت في حالة قطيعة تامة حتى مع أيديولوجياتها وشعاراتها التي كانت تتردد خلال تلك الفترات، وبالتالي أصبحت عبارة عن أدوات يتم توظيفها واستخدامها لمصلحة قياداتها بشكل إلى حد كبير حصري. لم تعد تمثل قضايا البلد كما ينبغي لأحزاب يفترض أن تعكس مصالح فئوية وقطاعات شعبية واسعة مثلا، ولا كما ينبغي لأي حزب أن يكون. باتت عبارة عن خرقة يتم استعمالها في تسويات وصفقات و التجاوز للقضايا اليمنية المصيرية. يعني الآن في هذه اللحظة التي تعيش فيها البلد حالة حالة غير مسبوقة في تاريخها، ربما هناك انقلابين، انقلاب في صنعاء مرت على محاولات إنهائه 4 سنوات ونحن نقترب من نهاية العام الخامس، هناك انقلاب جديد رعاه التحالف الذي جاءت به القوى السياسية اليمنية والسلطة الشرعية لإنهاء هذا الانقلاب، وأصبح لدينا انقلابين. ومع ذلك هذه الأحزاب تمارس شكل من أشكال الصمت والتواطؤ في كثير من الأحيان، وباتت إذا أرادت أن تظهر للناس وتتحدث إليهم فقط تلعب في المساحة المتاحة لها من قبل هذا التحالف وتلك الدول، وبالتالي لا تعكس أي صدى يعبر عن مصالح الناس وعن القضايا المصيرية للبلد. طيب، سأخذ من كلماتك الأحزاب باتت خرقة يتم استخدامها في تسويات وصفقات تتجاوز القضايا المصيرية اليمنية، ما رأيك سيد السمان؟ أنا حقيقة دعني أبين موقف مهم جدا. يعني البعض يرى أنه الأحداث الأخيرة في عدن يعني ظهرت الأحزاب وكأنها يعني دون المستوى، أو ظهرت كأنها يعني كما يظنه البعض أن قرارها ليس بهدي. أنا أخالف هذا تماما. المتأمل لموقف الشرعية والحكومة والرئاسة والأحزاب، طبعا نحن لا نتكلم عن الشرعية، نتكلم عن منظومتها بشكل عام بشكل كامل، فهي عبارة عن يعني مؤسسات ومنها الأحزاب المدنية المشاركة في الحكومة. نلاحظ أن منظومة الشرعية الرئاسة والحكومة والأحزاب يعني ظهرت بمواقف متطلبة مع الثوابت الوطنية، لا سيما الأحداث الأخيرة اللي في عدن وموقفها من ميليشيا الانتقالي، وهذا يدحض أي مزاعم لدى البعض الذي يرى أنها دون المستوى أو أرى أن قرارها ليس بيدها أو أنها مرتهنة. بالعكس تماما، هذا رصيد يضاف إلى الشرعية وإلى مؤسسة الرئاسة وإلى الحكومة وإلى الأحزاب المنضوية في الشرعية. فكيف يعني أنت يعني تزعم أنها دون المستوى أو أنها يعني هذا الكلام على أنها خرقة هو قاله السيد المجيدي، لم أقله أنا. يعني هي الفكرة أن في البيان، حتى هذا البيان الذي يعني ألم يكن هناك تحالف وطني لهذه الأحزاب والقوى السياسية؟ هذا التحالف، حتى هذا التحالف انقسم مع أنه تحالف مؤيد للشرعية. يعني ما بالك في الوسائل الوطنية ليست كلها نتحدث الآن، حتى في التحالف المؤيد للشرعية هناك انقسام. هو كما ذكرت لك هذا الموقف المتطلب من الشرعية بمنظومتها
رئاسة، حكومة، أحزاب منضوية في الشرعية، هذا موقف يسجل لها، يسجل لهذه الأحزاب، موقفها المتصلب من الثوابت الوطنية، موقفها مما حدث من التمرد ومن الانقلاب الحاصل في عدن، وهذا نقطة إيجابية وتسجل لهم، ويدحض أي قول بأنها مرتهنة أو قرارها ليس بيدها. أما ما النقطة الثانية أو ما ذكرت يعني أنها ظهرت منقسمة، لا أدري أنها ظهرت منقسمة. أنا الذي أعرفه أن التباينات في الآراء يعني أمر مستساغ في العملية السياسية، أن يظهر يعني هناك صوت آخر أو هناك من يرى اتجاه آخر، في هذه هي قمة الديمقراطية. لكن في مجمله خرج البيان بإجمالي الأحزاب المنضوية في هذا التحالف، وهذا يعني لا، لكن سيد سمان يعني الناصري، الحزب الناصري وكذا الحزب الاشتراكي لم يوقعا على البيان الصادر بعد قصف القوات الإماراتية لقوات تتبع وزارة الدفاع اليمنية، هذا انقسام أليس كذلك؟ أنا أنظر له من زاوية أخرى، أن تباين الآراء بين الأحزاب المنضوية في التحالف ربما تكون ظاهرة إيجابية، أن تنظر هي من زاوية أخرى، وأنا قد يكون لهم وجهة نظر، لكن الغالبية من الأحزاب خرجت ببيان يعني قوي، بيان رائع، أيدت فيه الرئاسة، أيدت فيه جهود الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأيدت فيه كذلك جهود الحكومة، وأدانت هذا القصف من الإمارات، وكذلك جددت يعني رحبت بدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى الحوار، ووضعت أن لا يمكن أن يكون هناك حوار ما لم يكون هناك انسحاب من المؤسسات التي احتلتها هذه. فالبيان بمجمله بيان يعني يصب في مصلحة الرئاسة والحكومة في بياناتها السابقة، وهذا يضاف إلى رصيدهم. أما موضوع الحزبين اللذين لم يوقعا على البيان، ربما وجهة نظرهما من زاوية أخرى أنها المزيد نترك مزيد للحوار. طيب يعني الآن هذا البيان سيد سمن، هذا البيان الذي أشادت به الأحزاب بموقف التحالف العربي، وثمنت فيه الأحزاب والقوى السياسية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وجهودها في احتواء الأحداث التي حصلت في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية، تقول عنه أنه بيان يؤكد استقلالية هذه الأحزاب، ما رأيك سيد المجيدي؟ أولا يجب التفريق بين عملية النقد لأداء الأحزاب وبين مسألة أنه انتقاد وجود الأحزاب بحد ذاته. يعني فكرة وجود الأحزاب هي بالتأكيد مسألة مصيرية بالنسبة لليمنيين، ويجب لا يتم التقليل أو الإساءة لفكرة وجود الأحزاب، لأن من شأن أي انقسامات في أي مجتمع يريد أن يمارس شكل من أشكال التمدن في الصراع السياسي والتعبير عن الآراء وحرية التفكير، أعتقد بأن الأحزاب هي الوسيلة المثلى لمثل هذه الطريقة. لكن بنفس الوقت علينا أن نقيم أداء هذه الأحزاب وكيف تتصرف حيال كثير من القضايا الوطنية المصيرية، ويجب أن نفرق بين الطريقتين. أنا لست ضد الأحزاب، لكنني ضد أداء الأحزاب بهذه الطريقة المهينة التي نشاهدها في يعني لكن بداية الحرب. وحتى سيد المجيدي، سيد سمان يقول أن هذه الأحزاب أصدرت مواقفا، هذه الأحزاب أصدرت موقفا قويا، وأظهرت من خلال البيان الذي أصدرته بعد ضرب القوات الإماراتية وقصفها لقوات تابعة لوزارة الدفاع اليمنية، أصدرت بيانا شديد اللهجة كما يقول، ويفهم هذا موقف يحسب لها وشديد. يا سيدي، علينا أن لا ننسى بأن هذه الأحزاب صمتت طوال ما يقرب من 20 يوم أو أكثر من 20 يوم حيال هذا.
قس على هذا الكثير. هناك إشكالية كبيرة لها علاقة بمسألة الطريقة التي تدار بها الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية هذه أحزاب شاخت، تقودها فئات عمرية تتجاوز 60 و70 عام. طيب سنعود إلى هذه النقاط سيد المجيدي، سنعود إلى هذه النقاط ومسألة الاستقطاب الإقليمي وكذا، مسألة أن هذه القيادات قد شاخت وكذا. لكن قبل ذلك دعنا نركز الآن فيما يتعلق بالموقف الآني في هذا يعني البيان الذي ربما هو التحالف يعني الذي يضم أكثر عدد من الأحزاب في اليمن. فيما يتعلق بهذا البيان سيد السمان، يقول البعض أن الانقسام كان ناتج عن رغبة بعض الأحزاب في تضمين هذا البيان لدعوة لإصلاح الشرعية وإصلاح العلاقة بينها وبين دول التحالف، وهذه النقاط ظهرت في بيانات أخرى مثل بيان الناصري تقريبا. لكن لماذا رفضت كما يبدو الأحزاب المواقعة على هذا البيان إدراج هذه المطالب؟ دعني أقول أنا كنت أتمنى أن أسمع صوت الضيف، يبدو أنني لا أسمع صوت ضيفك حتى أعلق على بعض النقاط التي أذكرها. أما ما ذكرت حول رفض بعض الأحزاب، أنا حقيقة لا أعتبره رفضا، إنما هي كانت لديها وجهة نظر أن تقول نترك مساحة للحوار، مساحة لأن يكون هناك مزيد من النقاشات حول الأوضاع، ويعني ربما تكون لديها وجهة نظر، ويمكن أن تستضيف إحدى القيادات في الحزبين سواء كانت الناصري أو في الاشتراكي ليبدأ وجهة نظرهم حول البيان لا، الفكرة يعني الآن لماذا لم يتضمن بيان التحالف القوى السياسية هذا دعوة لإصلاح الشرعية وإصلاح علاقة الشرعية مع التحالف العربي؟ حقيقة موضوع إصلاح الأوضاع هذا مطلب الجميع يعني يريده، لكن الحدث الأبرز والأهم والذي يحتاج أن الكل أن يبدي رأيه فيه ومنها الأحزاب، وهو ما حدث من انقلاب ومن تمرد ومن قتل ومن قصف لدولة الإمارات على الجيش الوطني. فهذا هو الأبرز الحدث الذي كان يعني الكل يناقش حوله. أما موضوع إصلاح المنظومة الشرعية وما هناك من خلل وأمور، هذا يعني ستأتي خطوة لاحقة. يعني أليست هذه إحدى نتائج يعني ما حدث في عدن؟ أليس نتيجة من نتائج العلاقة السيئة أو غير المتوازنة ما بين التحالف وما بين الحكومة الشرعية؟ لا يمكن أن نقول هنا ليست هناك علاقة سوية. حقيقة قائدة التحالف المملكة العربية السعودية تبذل جهود جبارة في احتواء الموقف، ولها وهي جهودها مثمنة ومقدرة من الشرعية، وثمنت الحكومة والرئاسة في بيانها جهود المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة التحالف، ووجهت الدعوة إليها لإصلاح الخلل الذي حصل، وكذلك للجم الخطأ أو الكارثة التي أقدمت عليها الأشقاء في الإمارات بدعمها وتمويلها ورعاية هذه الميليشيات. حقيقة نحن نعول على دور المملكة العربية السعودية لأن مواقفها مشرفة، وبيانها بالأمس كان قويا وحازما وواضحا، وأبدت أنها مع الحكومة ومع الرئاسة وأنها مع الشرعية، ولا بديل لما يريد أن يسوقه البعض، سلطة يريد أن يخلق سلطة أمر واقع في عدن. يعني ما الفرق بينها بين خلق سلطة أمر واقع في عدن وخلق وسلطة أمر واقع في صنعاء؟ فكلاهما ميليشيا وكلاهما متمردة وكلاهما انقلبت على الدولة. الشاهد من ذلك أن العلاقة بين التحالف وبين الحكومة الشرعية من حيث الإجمال قائدة التحالف المملكة العربية السعودية نحن نراها أنها علاقة جيدة. من خرج عن الهدف الاستراتيجي أو الهدف الأساسي للتحالف العربي وسعى بدعم وتمويل ميليشيا خارجة عن القانون وأنشأ أحزمة أمنية، هنا وجهت الحكومة والشرعية دعوتها وخطابها إلى المملكة باعتبار أنها هي قائدة التحالف لتصحح مسار الإمارات، وأنهم إن أرادوا البقاء
في وفق الهدف الاستراتيجي عليهم أن يصححوا سلوكياتهم وممارساتهم، ما لم فإن الحكومة ستلجأ إلى الخيارات ربما تكون المؤلمة لمن خالف الهدف الاستراتيجي لعاصفة الحزم والتحالف العربي. طيب مبدئيا بما أنك تسمع صوتي، يفترض أن تسمع صوت مداخلة السيد المجيدي كما يعني من كما هو المفروض. أنتقل الآن إلى السيد المجيدي. السيد المجيدي، يعني ما الذي يمكن أن تفعله الأحزاب الآن؟ يعني العملية الحزبية تحتاج وضعا فيه البلاد مستقرة، ليست البلاد فيها حرب في شمالها وفي جنوبها وفي وسطها أيضا. العملية الحزبية، الأحزاب صنعت للعمل السلمي في نهاية المطاف، أو السياسة كما يقول البعض. ولهذا في نهاية المطاف هذه البيانات التي تصدرها هي قمة ما يمكن لها أن تفعله الآن، أليس كذلك؟ مشكلة هذه الأحزاب أنها لا تريد أن تلعب دور الأحزاب كما ينبغي عليه، كما يجب للأحزاب أن تلعب في ظل الأوقات والظروف الطبيعية، ولا تريد أيضا أن تتحول إلى أدوات حشد لمعارك مصيرية لإنهاء وضع أصبح مأساوي بالنسبة للبلد. وبالتالي في الأوقات دائما التي تتعرض فيها البلدان للزلازل وانهيارات سياسية كبرى، تتحول الأحزاب إلى حالة من حالات الكفاح والنضال الوطني الذي ربما أحيانا يذهب باتجاه الحشد لتسليح الناس والدفع بهم للجبهات، طالما أنهم يؤمنون بأن هناك قضايا وطنية مصيرية تتعلق بوجود البلد، وبالتالي يجب أن ينخرطوا في هذا الأمر. مشكلتنا أن هذه الأحزاب لم تلعب الدور الذي يجب أن تلعبه كأحزاب في الأوضاع الطبيعية، ولم تلعب أيضا الدور الآخر الذي يفترض أن يكون مساندا لفكرة الدولة بغض النظر عن من يقود هذه الدولة، لأننا في النهاية نحن نواجه عمليا تحديات وجودية للبلد. البلد في حالة غير طبيعية، البلد لكن ينهار. ألم تقم يعني هذا التحالف ما هو شارع تمزيق؟ هذا التحالف ما هو دولة حتى الآن هذا التحالف. نعم. الوطني للأحزاب والقوى السياسية ما هو إذن؟ إذا لم يكن مؤيدا للحكومة الشرعية وكذا للقيام بدور التحشيد والتأييد والمساندة للحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب. لنقل بشكل صريح بأن هذه الأحزاب تتبادل الكذب على بعضها والافتراء أيضا. هذه أحزاب لا تثق ببعضها على الإطلاق. الواقع يقول بأنها أحزاب منقسمة متفرقة تبحث عن مصالحها إن لم يكن مصالح قياداتها داخل حتى في عملية الاستقطاب في بين أطراف التحالف العربي. وبالتالي من الصعب الحديث عن عملية تحالف. يعني التحالف السياسي مشروع طرح في عام 2016، هذا التحالف كتبت وثائقه والكل يؤمن بهذا التنظير وهذا الكلام الحلو والجميل الذي سطر في الوثائق التي نشرت. السؤال، ما الذي أخره حتى هذه اللحظة؟ عندما تم إطلاقه في سيئون، لماذا لم يتم الالتزام بهذا التحالف ومبادئه؟ لماذا الأحزاب تظهر بين الحين والآخر ببيانات منفردة؟ لماذا يبدو أن هناك فجوة عميقة وكبيرة بين هذه الأحزاب؟ لماذا تتصرف بعض الأحزاب بشكل منفرد حيال قضايا معينة، بينما أحزاب أخرى تذهب باتجاه التعبير عن مواقف معينة حيال نفس القضية؟ هناك أسئلة كثيرة جوهرية تتعلق بطبيعة أداء الأحزاب وطبيعة فهم هذه الأحزاب أيضا حتى للسياسة. مشكلتنا يا سيدي أن هناك ميراث سيء من العمل السياسي في البلد أسس له علي عبد الله صالح خلال الفترات الماضية، وهناك مقولة شهيرة ربما يتم أعتقد أنه من المناسب أيضا إرادها في هذا الوقت. كان علي عبد الله صالح يعرف السياسة ويتصرف حيالها بفهمه الخاص، وكان يقول بأن السياسة هي عبارة عن لا صحبي. يعني هذا المدلول والمفهوم الذي يعكس طبيعة ورداءة تعامل النخبة السياسية مع السياسة باعتبارها شكل من أشكال اللف والدوران والعبث واللعب حتى يصل المسألة إلى اللعب بمصير البلدان. يعني اليوم هناك أحزاب سياسية تفتح خطوط وقنوات تواصل مع دول أصلا لا تؤمن بالأحزاب السياسية، وهي تدعم وتساند ميليشيات وتشكيلات متطرفة هي ضد الحزبية والأحزاب أصلا. يعني أنا بر لي مثل هذه التصرفات والتناقضات، يعني ما الذي نعيشه بالضبط؟ يعني عما على من لا يمكن اعتبار ذلك نوعا من المحاولة. هناك إشكالية كبيرة في يعني محاولة لأن تأتي هذه الدول بشكل أو بآخر لأن تستلهم هذه التجربة الحزبية من هذه الأحزاب.
يا سيدي هذه يعني عبارة عن نكتة سمجة، يعني الإمارات والسعودية ستتأثر بتجربة الأحزاب اليمنية وأنها يعني تريد نقل التجربة اليمنية البائسة إلى هذه المناطق. هناك شكل من أشكال البحث عن مصالح خاصة لهذه الأحزاب، ولا أريد أن أقول ارتزاق، الشغل يتم بشكل مقرف إلى حد يعني لم نعد نعرف هذه الأحزاب ماذا تريد بالضبط. لو عدنا لبداية مثلا عاصفة الحزم، هناك بيانات صدرت للأحزاب كانت تتحفظ حيال العاصفة ولها موقف وتطالب بإنهاء، وكانت تصفه بالعدوان. كان هذا الموقف لهذه الأحزاب موقف حذر، وهو يعني يخصها بالتأكيد وتقديرها لهذه اللحظة. وأعتقد أنا من جانبي الشخصي أنه كان يعني موقفا إلى حد كبير عقلاني ومنطقي، وكان يمكن أن يبنى عليه في الذهاب باتجاه التحالف مع هذه الدول وفقا لشروط، وأيضا علاقة واضحة بين التحالف بين اليمن كسلطة شرعية وأحزاب وبين هذا التحالف. لكن لاحقا هذه الأحزاب التي كانت تصف التحالف بالعدوان تحولت في النهاية إلى أدوات لهذا العدوان، وتشتغل ضمن أجندته بطريقة وسخة. يعني هناك أحزاب تحالفت مع تشكيلات وميليشيات هي لا تؤمن لا بالأحزاب، وأيضا ضد التحزب وضد فكرة التعدد، وبنفس الوقت أيضا تعتمد القوة والقتل وتصفية الخصوم. يعني أنا كيف بالإمكان أن أأمن كحزب حتى لو كانت هذه الأدوات مثلا تشتغل ضد حزب آخر مثلا؟ فهناك إشكالية كبيرة، هناك إشكالية حتى في لدى بعض الأحزاب مثلا زي مثل حزب الإصلاح. حزب الإصلاح يا سيدي الكريم ظلت قياداته وعناصره تتعرض لعملية تصفية في محافظة عدن، وظل هذا الحزب صامتا ولا يتحرك، فقط لأن قياداته موجودة في الرياض، وقياداته في الرياض يجب أن تظل في مأمن، وبالتالي لا تريد أن تغضب الرياض ولا تغضب الإمارات، بل إنها في أوقات معينة كانت تعز لفروع بعض الحزب بالتظاهر والنزول من أجل تأييد التحالف ورفع صور محمد بن زايد الذي يقوم بقتل عناصرها وقواعدها في عدن. يعني ما هو نوع وشكل السياسة التي يتم الاشتغال عليها في اليمن؟ هناك شكل من الهزل وشكل من السخرية التي أوصلتنا إلى ما وصلت إليه الأمور. دماء الناس لا تقدر، حقوق الناس ليست في وارد وحسابات هذه الأحزاب، مصالح البلد ومصيره ومستقبله أيضا لا يهم الكثير من هذه الأحزاب. هذه أحزاب فاقدة للقدرة على أن تقدم شيء للبلد، شاخت ارتهنت، أصبحت تبحث عن مجموعة مصالح تخص مجموعة من القيادات والشلة المسيطرة على القرار الحزبي، وبالتالي فليذهب البلد إلى الجحيم. ونحن نشاهد ما نشاهد، لو كان هناك نخبة سياسية بالحد الأدنى من الجودة، لا نقول جيدة ونزيهة، لكن نقول بالحد الأدنى من الجودة، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذه الأحزاب يا سيدي شاركت في احتواء الثورة، والتي كان بالإمكان أن تعمل وتنقذ وتحقق خلاصا لليمنيين، ثورة فبراير 2011 بطريقتها التقليدية والكلاسيكية في التعامل مع علي عبد الله صالح، في التعامل مع النظام، وفي عدم أيضا وجهوزيتها لأن تكون ثورية، تحولت إلى قوى حزبية تريد شكل من أشكال الإصلاح، حولت الثورة وأسقطتها وحولتها إلى شكل من أشكال يعني أزمة بينها وبين النظام علي عبد الله صالح. ثم جاءت المبادرة الخليجية وخضع الكل لهذه المبادرة. لو تسأل طيب أحد هذه الأحزاب هل هناك حزب سياسي واحد عقد التزم بنظامه الداخلي وعقد اجتماعات داخلية للحزب وأقر هذه المبادرة، أتحدى حزبا واحدا يظهر ويخرج ويقول بأنه تم إقرار هذه المسائل من خلال الهيئات القيادية لهذا التنظيم أو ذلك الحزب. طيب فيما يتعلق بنقطة الدور الإقليمي ووجود مجموعة قيادات تسيطر على كل شيء وبالتالي تقرر ما تريد، ووجود مشاريع أو تشابك مصالح أو ربما ما قد يسميه البعض ارتهانا من قبل الأحزاب اليمنية لدول إقليمية، أسألك سيد السمان، يعني يقول البعض أن الأحزاب اليمنية باتت تتوزع بين مشاريع إقليمية مختلفة، وهذه المشاريع كلها معادية للقضية اليمنية ولليمن بشكل عام وإن اختلفت الدرجات. هذه وجهات النظر، هذه ما يدعمها من البيانات وما يدعمها بالفعل من الوقائع على الأرض، ما تعليقك؟ دعني أولا أنا أعلق على كلام ضيفك الكريم، ذكر يعني مجموعة من النقاط مهمة جدا، وهذا الهجوم الكاسح على دور الأحزاب وعلى أنها أحزاب شاخت وأن أحزاب، أنا هنا أضع سؤال على ضيفك وأتمنى أن تنقل هذا السؤال، ما هو البديل؟ يعني ما هو البديل لهذه الأحزاب؟ وربما وانتظر إجابته إذا جاء دوره في التعليق.
يعني أنت الآن لما تهاجم الأحزاب يعني هو أوضح سيد السمان، هو أوضح بنقطة رئيسية أنه نعم. مع العملية الحزبية في اليمن، أن وجود الأحزاب أحد أشكال المدنية في إدارة الدولة، هذه النقطة قالها السيد المجد. نعم، أنا حقيقة أتعجب من هذا التناقض. يقول نحن مع العملية الديمقراطية، مع العملية التعددية للأحزاب، مع العملية السياسية، مع العملية المدنية، ثم يهاجم دور الأحزاب. وأن نعم قد أتفهم أنا أن يكون هناك تقييم وتقويم لأي يعني لعملية سياسية وللأحزاب، وكذلك تقويم أي ممارسات أي عمل ديمقراطي يعني يشوبه الصواب والخطأ، وأن يظل التصويب قائما على المستوى الحزبي، على المستوى الجماهيري، على مستوى الشعبي، كذلك على مستوى المنظمات الأخرى. طيب سأعود إليه إذا هذه النقطة بعد قليل، سأسأل عن ذلك، سأسأل عن البديل، لكن أجبني لماذا الآن ترتهن الأحزاب السياسية لمشاريع إقليمية لا للقضية اليمنية، كما يقول السيد المجيدي ترتهن حتى لمصالح بعض القيادات وبعض الشلل التابعة لهذه القيادات الحزبية؟ أنا أستغرب هذا السؤال، أو يعني في الوقت الذي ظهر موقف الأحزاب موقفا جليا واضحا من كارثة الانقلاب في صنعاء، وكذلك الانقلاب في عدن. يعني إذا رجعنا للوراء، أكثر الأحزاب يعني أكبر المتضررين من انقلاب صنعاء هي الأحزاب، دفعت كلفة باهظة من كوادرها، من مؤسساتها، من عملها الديمقراطي، من قياداتها التي زج بها في سجون المعتقلات الميليشيا الحوثي. وفي المقابل كذلك في عدن عانت الأحزاب والمؤسسات المدنية ومجتمعات المنظمات المجتمع المدني والأحزاب العاملة في عدن من غطرسة ميليشيا الانتقالي، وكلنا يعرف ماذا فعلت ميليشيا الانتقالي في ضد هذه الأحزاب. فكان الموقف التاريخي لهذه الأحزاب، رغم أن هناك من يدعم هذه الميليشيا وعلى رأسها الإمارات كما كان بيان الحكومة واضحا، فجاء الموقف الوطني والتاريخي الذي ندد بهذه الميليشيات وندد كذلك بمن مولها ومن يدعمها. فأين هو الارتهان في ذلك؟ هي كان موقفها وطني وموقفها مع الثوابت الوطنية، قد أحيانا يعني يتأخر إصدار بياناتها لأنها تتدارس في الموضوع، البعض يعتبره ضعفا ولكن البعض الآخر يراه أنه نوع من التعقل ونوع من المزيد من الحوار الداخلي بين الأحزاب وبين الكتل السياسية ومع الحكومة ومع الرئاسة، وقد يحسب لها كذلك مواقف أخرى. نحن نرى أن مواقفها إلى الآن مواقف يشاد بها، ولا سيما بيانها الأخير الذي أشاد بموقف الرئاسة وموقف الحكومة، وكذلك ماذا من الحفاظ على الثوابت الوطنية. طيب يعني الآن إذا كانت سيد السمان، إذا كانت الرئاسة مضطرة، الرئاسة اليمنية مضطرة لأن تتواجد في الخارج لسبب أو لآخر، لماذا تتواجد قيادات الأحزاب في الخارج؟ طبيعة المرحلة وطبيعة الحدث الحاصل، وجود الرئاسة، وجود الحكومة، طبيعي أن ربما يكون يعني بسبب طبيعة وجود الحكومة والرئاسة ومنظومة الحكومة اليمنية وهي جزء من المنظومة العملية السياسية وتواجدها. ومع ذلك نقول أنه في حال سواء يعني لابد أن يعمل الجميع على أن تعود الرئاسة والحكومة وقيادة الأحزاب أن تعود جميعا إلى أن تمارس العمل من الداخل، سواء بعد تحرير عدن أو من أي محافظة أخرى. يعني أنا أضم صوتي إلى لابد أن تتواجد الحكومة والرئاسة وجميع مؤسسات.
في الجبهات، يعني إذا الاختبار الحقيقي لمصداقية نضال هؤلاء هي الجبهات. إذا كنا بالفعل في لحظة كفاح مسلح وحرب من أجل استعادة الدولة، هذا الاختبار الحقيقي هو الميدان وليس الفنادق ولا الأماكن المكيفة. القائد الذي يزعم بأنه يريد أن يكون قائدا سياسيا ويريد دولة ويريد دولة مؤسسات ومواطنة وما إلى ذلك من هذا الكلام والشعارات الفارغة، وهو يقعد بعيدا عن بآلاف الأميال عن متاعب الناس ومشاكلهم اليومية وعن حرب طاحنة تدقهم في العظام، ومع هذا يتحدث باسم الناس، هذا قائد لا يستحق حتى أن يلتفت إليه الناس. ومع هذا هؤلاء الناس لديهم وجوه بجحة للغاية، يعني عندهم استعداد على الدوام أن يتحدثوا باسم البلد والشعب، وهم في وضع مختلف ومغاير تماما لما يواجهه الناس من مشاكل. هناك إشكالية كبيرة تتعلق بحالة الفصام الموجودة بين التنظير والسلوك. القائد الحزبي الذي لا ينتمي لقضايا البلد، أنا لا أعتبره قائدا حزبيا، هو في النهاية يعتمد فقط على عملية أنه موجود في القيادة فقط كاستحقاق، لأنه نافذ ولديه شبكة من المصالح والتي تمكنه من البقاء في هذا الموقع أو ذاك دون المجيد. ما هو البديل؟ وبالتالي هم يعملون ضمن هذا الفضاء وهذه الظروف ولا يكترثون لأي مسؤولية. يعني اليوم الناس في حالة مزرية، بينما قيادات كثيرة تتفسح في كثير من المناطق في العالم وليست مهتمة بأحد. يعني الذي يحدث في اليمن معيب ومزري ومقرف. يعني القيادة السياسية طيب ما يحدث في اليمن معيب ومزري، وما الذي يمنع؟ يعني هذه نقاط دعني أخذها أنقلها إلى السيد السمان. السيد المجيدي، ما يحدث مخزي في نهاية المطاف على هذه الأحزاب القيام بتغيير أدائها، الشواهد كثيرة على ضرورة ذلك. سيد السمان، لماذا لا يحدث تجديد حقيقي بداخل هذه الأحزاب؟ كل ما تفتح مسألة بث دماء جديدة بقيادات هذه الأحزاب، تقول هذه القيادات الشائبة كما يقول السيد المجيدي، ويقول آخرون أيضا أن هذه المرحلة ليست مرحلة تجديد قيادات وعقد مؤتمرات عامة، وإنما هي مرحلة يعني عودة الدولة وما شابه ذلك. دعني اولا اقول لضيفك الكريم ولمشاهديك، لابد ان نفرق بين العمل الحزبي المدني ذات الطابع السلمي الذي يعني تنتهجه الاحزاب، وبين ما يدعو اليه ضيفك الكريم والنزول الى الجبهات. هناك جيش وطني، وهذه مهمه الجيش الوطني، استعاده مؤسسات الدوله وكذلك عودة الشرعية سواء في صنعاء أو دحر الانقلاب في صنعاء أو دحر الانقلاب في عدن. أنا لا ما أدري هل يعني كيف يفرق يعني ضيفك بين أن يريد قيادات الأحزاب ويريد الأحزاب أن يزج بها في الجبهات، وهذا يتنافى مع عمل الأحزاب. الأحزاب هي ذات طابع عمل سياسي سلمي مدني، هي تشيد بالعمل يعني تدعو إلى عودة العمل المدني إلى العمل السلمي. وأما موضوع يعني العودة إلى الوطن، هذا مطلب الجميع، أن يعود الجميع إلى الوطن وأن يمارس الجميع العمل من تراب الوطن. ولكن نحن نعرف تداعيات هناك الصعوبات التي من يضعها حاجزا أمام عودة الشرعية ومؤسسات الشرعية، وكلنا علم الصعوبات التي واجهت عقد جلسة لمجلس النواب، وكيف يعني ما عقدت الجلسة في سيئون إلا بعد يعني تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكيف هناك من يقوض عقد جلسة مجلس النواب في عدن. فالشاهد من ذلك لابد أن نفرق بين مهمة الأحزاب ودورها التي تمارسه بطابع سلمي مدني، وكذلك موضوع الجبهات. موضوع الجبهات هناك جيش وطني، هناك مقاومة. طيب في ظل يعني كل ذلك، في ظل كل ذلك سيد سمان، لماذا لا تجدد هذه الأحزاب دماءها؟ من الواضح أن هناك حاجة لتفكير خارج نطاق المعتادة عليه هذه الأحزاب في التعامل. موضوع تجديد القيادات الحزبية وعقد مؤتمراتها الدورية وفق أنظمتها الأساسية وأنظمة اللوائح الداخلية، هذا مطلب يعني الجميع يدعو إليه ويرجوه. لكن نحن أمام كارثة كبرى في البلد، نحن أمام
انقلاب تاريخي، انقلاب كارثي على مقدرات الدولة، على مؤسسات الدولة. هذه الممارسات المدنية التي عقد المؤتمرات وتغيير القيادات، هذا عادة ما يكون في ظل استقرار سياسي مدني ويمارسه الجميع، فتدعو إلى مؤتمر عام للحزبك وللقياداتك ولكوادرك. من يستطيع الآن أن يقيم مؤتمر عام سواء في صنعاء أو في عدن أو في أي محافظة من المحافظات؟ أنت تحتاج أن تدعو قيادة الكوادر المؤسسين وغيرهم حتى تقع هناك عملية ديمقراطية صحيحة ويتم تغيير القيادات وبالسلاسة وبطريقة يعني معمول بها ومشهود لها، فالكل يريد ذلك. لكن نحن أمام انقلاب كارثي في صنعاء، واستنسخ هذا الانقلاب في عدن. الجميع عليهم أن يدحر هذا الانقلاب، وأن يدحر هذا الانقلاب في صنعاء وفي عدن، ثم تعود الدولة ومؤسساتها، وبعد ذلك تأخذ العملية السياسية والانتخابات الداخلية في الأحزاب، ويتم تغيير هذه القيادات بقيادات شابة، بقيادات جديدة، كل حزب حسب أنظمته الداخلية. شكرا لك. إذن القيادي في حزب الرشاد سيد محمد داسمان كنت معنا عبر سكايب من الرياض، كما هو الشكر موصول لسيد الصحفي عبد العزيز المجيدي كان معنا عبر أقمار صناعية من تعز. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.